بتاعك يطالب كما يقولوا بمدرب لفتره طويله هو حسام الحاج علي. واضح الميساج فتحي لهنا تقريبا. حسام باش نكملوا مع الاس اس اس ونحب رايك انت في الموضوع هذا. يحكيوا على انه اغلبيه الاراء حسام شنو قالت انه فمش بوتنسيال فمش ملعبيه توا معناها بار كونتر احنا معناها اللي كوتش اللي تعدي الكل على الاس اس اس قالك فما البوتنسيال مي اختلف التوظيف ما فهمتش. تحب الصراحه نحب الصراحه نزينوا العباد تعرفني انا لا نزين لا شيء اللي فما نقولوا اللي عجبته واللي عجبته تخلي تغش خاطر هذا رايي الخاص راي حسام مش معناه كونستارا وقران. نادي العز الصفاقسي رصيد بشري متوسط جدا وبالنسبه كايكيب كيما سي اس اس يتسمى رصيد بشري من المستوى الفني نحكي مش عدد على القيمه الفنيه ضعيف على خاطر كي تقول انت فريق كيما نادي الرياضي الصفاقسي ولا النجم الرياضي الساحلي ولا النادي الافريقي ولا الترجي الرياضي كل تدخل كل موسم الهدف المنافسه على الالقاب هكا ولا السي اس اس بالافكتيف هذايا تري 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 مويا وقت اللي يبدا كل الافكتيف نتاعك تري مويا وتحب موا تقويه تجيب دي زيترونجي اللي يعطيوك البلوس لي زيترونجي اللي موجود في السي اس اس ما يفوقوش قيمه اللاعبين الموجودين اللي هما متوسطين ما توصلش 18 اه ما يوصلوكش اللي موجودين لل 18 ما يماركيولكش بونتو في سبعه ماتشات لا لا احنا نحكيو على القيمه تو ما نحكيوش احنا تو ما نحكيوش على ماركا بونتو. انت عملت ديغنوستيك احنا قاعدين نشوفوا في المستوى تاع النادي الصفاقسي هما تري مويان واني معاك لا لا دكتور هو سالني نعمل كومباريزون ما بين اول العام دكتور هو سالني على الافكتيف اسكو الافكتيف هذايا اسكو قال هو في الافكتيف محترم ومشكلته توظيف قال كوكي قال محمد كوكي البارح قال بالنسبه لي انا لي ستان افكتيف تري مويا اوكي ثم هو ما ينجمش يقول ترما هو على خاطر ما ينجمش يقول انا كنت كان رايي انا ثم اخطاء في التوظيف ثم اخطاء في برشا حاجات اما على المستوى الفني رصيد بشري متوسط النادي الرياضي الصفاقسي اذا يحب الموسم اللي جاي يرجع للمنافسه كما هو كان متعود كما قال لك مش 14 ولا 15 لاعب مش فايده في الكميه مي او موا ان جوار اثنين في لي تروا كومبارتيمون مستوى فني محترم جدا بتقول لي السوق التونسيه ما فيهاش نجيب دي جوار من السوق التونسيه ونجيب دي زيترونجي اللي باش يعطيوني الاضافه ويهزوا لي النيفو خاطر ان افكتيف ما يتبناش راهو على ميركاتو ما يتبناش على روعه باش تبني انت افكتيف باهي على المستوى المتوسط والطويل ولا حتى المستوى القصير تبدا تشوف لي ديفايونس تاعك فماشي واحد في تونس ما يعرفش لي ديفايونس ما عندوش راس حربه من المستوى العالي نادي الرياضي الصفاقسي ما عندوش وسط ميدان هجومي من المستوى العالي نادي الرياضي الصفاقسي ينقصوا ان ميليو ديفونسيف فهمت يعني. وموا في العمود الفقري انا كي نجيب انكسيال كما نعرف انا مع غراب ونجيب ان ميليو ديفونسيف ونجيب صانع العاب ولا وسط ميدان مهاجم ونجيب مهاجم اربعه والله في اللاكس ونتنوش حسين. شويه من شامبيون تاع تونس شوقي بالخضر ونتنوش شويه من شامبيون تاع تونس زوز ثلاثه باهين تولي عندي خاطر شنو النيفو تاع الشامبيون تاع تونس شنو هي مالا نيفو اللي يستحق معناها مي على الاقل عندي ان افكتيف كي ندخل انا نلعب نحس عندي كونترونور عندي افكتيف اللي نعول عليه اليوم النادي الرياضي الصفاقسي صراحه على المستوى الفني افكتيف مويا بالنسبه لفريق اسمه النادي الرياضي الصفاقسي هذا راي حسام الحاج علي افكتيف يقول لك راهو ضعيف جدا وانت رايك سيمين بالنسبه للسي اس اس بالنسبه للنادي الصفاقسي اي بالطبيعه ما لاش كون اي لا انا سمعت البارح حتى ديبا حتى كلام الدكتور وبراتيكمون قال اللي السي اس اس عنده افكتيف باهي في لي بوست الكل ثم البوست ويت الكل سوف لاتاكو وانا الحقيقه ما كنتش نتفق معه حتى نعيمه البارح كي تكلمت انا اتفق معاه 100% معناتها كي تشوف الافكتيف تاع السي اس اس الحقيقه اليوم ماهوش افكتيف السي اس اس على شنو تلعب؟ ما كل عام تلعب على تيت جمهور تنافس تنافس معناتها الاوبجيكتيف نتاعها من بعد تز ولا ما تزش تنافس لو مينيموم لو مينيموم حتى العوام الاخرى وقت السي اس اس عندها مشاكل عملت تروا كوب معناها الافكتيف اللي موجود عند تروا كوب الافكتيف اللي موجود حاليا في النادي الرياضي الصفاقسي لا نجم تنافس في الكوب وخرجت من اول تور وفي البلاي اوف نشوفوا في اداء ضعيف جدا سبعه ماتشوات ما ماركت حتى بونتو وهذايا سابقه ظهري في تاريخ النادي الرياضي الصفاقسي تقول لي انت دكتور بارابور للديبيوت سيزون كيف زاد فما المشكل انه ليفيكتيف اللي ريدوي ليفيكتيف ما فيهوش كاليتي وقاعد يوخر زاد حتى في البيرفورمانس نتاعو قاعد يوخر في الرونتمون نتاعو كان خير في فتره من الفترات من العام هذا المشكل الاخر انك زاد كي تعمل دي ريكروتمون ويكونوا دي جوار من هنا سورتو من شامبيون كيما وضح معناتها دي جوار اللي
براتيكمون كانوا كاليفيه في الشامبيونان تاع تونس من بعد تجيبه وما ينجح لكش. ما فماش عباد قاعد تعطي في الاضافه. دونك اليوم الحقيقه الناس كل توجهت في اتجاه واحد حتى من الجماهير نادي الصفاقسي انه ليفيكتيف اللي اليوم موجود في السي اس اس ماهوش كابابل باش يهز السي اس اس من بالي لبالي. بالنسبه للتعاقد مع محمد الكوكي راهو اونترونور كي تجيبه على شهرين ولا ثلاثه معناتها راهو ما عندوش لا باكيت ماجيك. لكن ضروره انك تكمل بونترونور خاطر فما شكون قال علاش ما نكملوش هكاك. ليه لازمك كمل بونترونور تحاول تتمنى تتمنى اللي بتمنى يخدم زاد باش نجم زاد من بعد تخدم للسيزون الجايين. فما خبر عاجل الاولاد هي تدوينه مهبطه خالد الغندور دوك انه الكاف يعلن اعتبار اتحاد العاصمه خاسر ثلاثه بلاش قدام نهضه بركان. عندك ماتش الريتور تفضل مرحبا يا جرعب على روحك. قلب القمصان اني اشرت عليهم اي والقمصان هذوما فهمتني وقع معناها الاتفاق اللي كونهم قمصان يعتبروه خاسر كان في الالي دوك. لا في الالي برك اتابي فير ثلاثة بلاش في بلاده. تحب تتفضل تلعب بروتور تفضل خاصة صفر ثلاثة انت في الالي بالحق. اي تفضل نمشي المغرب. هذه التدوينة راه مازال شوف حتى لا اما دكتور شنو باش يبدل في الروتور هي نهضة بركان باش تلعب بنفس التونيات. اي دونك باش تمشي تلعب لها في الروتور باش تقول لهم ما تلعبوش بالتونيات هذوك. لا اتحاد العاصمة قال لك التونيات هذوك ما يدخلوش الجزائر وما يهبطوش في الملعب في الجزائر خاطر احنا مش مستعرفين بها جيو استراتيجيا سياسيا. تنتي في الواحد في الهوند يظهر لي موان 17 منتخب الجزائري انسحب كونتر المنتخب المغربي معناها والله ما فهمتش انا معناها تو الموضوع اصبح اكثر منه سياسي كبير معناها ما عادش كوره معناها رجع الكوره معناها واحد يعطي رايه فيه راهو زايد والله صحيح على خاطر ما لا خاطر ما عادش كوره احنا نجموا نعطيو راينا شنو في الكوره الموضوع ولا يتعدى الكوره. دونك اهل الاختصاص يتصرفوا ان شاء الله بركة تصفى العلاقات وكوكب المشاكل تفوت الكادر هذا لانه فما برشا لاعبين جزائريين ينشطوا في المغرب وانت تعرف اللي كونوا معناها فما لاعبين جزائريين باش يتعرضوا لضغط كبير يا يستعرفوا سوا ديزون بالتوجه والاستراتيجيه نتاع المغرب اللي هو البلد اللي ينشطوا فيه يا يعرضوا رواحهم حتى العقوبات. فما شكون توا يحكي قال لك لاعبين جزائريين موجودين في الرجاء في الفار في كذا فهمتني نجموا يكونوا خارج الفريق نتاعهم عامل شيء المشكله حتى نجموا يلبسوهم التوني كومبليتمون لا وما تلبسش يقولوا تعدى الكوره تعدى الكوره الموضوع مشكله كبيره مشكله كبيره بالحق.